اشتغلت صياد ابا عن جدا، والدي كان صياد. فالبحيره دي كانت شغاله معانا، كانت كويسه الاول. فبدات الصرف الصحي سايب على البحيره. فبدات البحيره واحده بواحده يرموا فيها زراعه، الزراعه تموت بتاعتها. ما عادش فيها اي اسماك تاني خالص اطلاقا، الا هي الحاجه اسمها بساريا اللي هو الزردين ده. دي ولا بتكبر ولا بتصغر عن كده. ولا منها ضرر ولا منفعه.